انطلق المعرض والمؤتمر الدولي الثالث لعالم التجارة الإلكترونية والمدن الذكية مواكبة لرؤية 2030 للتحول الرقمي الوطني، وليكون منصة لتبادل الخدمات والخبرات لكافة القطاعات بهدف تحفيز الشركات المحلية والعالمية في ظل التغيرات التي تشهدها المملكة. خلونا نتابع هذا التقرير. حالياً قاعد نشتغل على عدة مبادرات إعلامية وتسويقية خصوصاً في التوعية لعملاء التجارة الإلكترونية والتجار الإلكترونية. واحدة من المبادرات عندنا أطلقنا بودكاست المحور الثاني، هو بودكاست معني بالقطاع اللوجستي، واللي من ضمنها التجارة الإلكترونية. واحدة من الحلقات اللي عندنا في البودكاست، عندنا سلسلة حلقات عن التجارة الإلكترونية. الحلقة تستهدف عملاء التجارة الإلكترونية اللي هم اللي يشترون من المتاجر الإلكترونية، وفي حلقات متخصصة للتجار اللي يستوردون من الخارج، وكيف آلية الاستيراد، الخدمات اللي تقدمها الجمارك والقطاعات الثانية في البودكاست المحور الثاني. حاليا نطلق إن شاء الله يوم 15 ديسمبر الحلقة الأولى من السلسلة بإذن الله، هو بتكون سلسلة متتالية إن شاء الله. البودكاست زي ما نعرف ان البودكاست هو في بيكون اونلاين في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي بتكون من ضمن في البودكاست فعاليات تجمع، يكون لقاء مع ناس متخصصين في التجارة الإلكترونية. واحدة من الحلقات إن شاء الله بتكون مستقبلا بتكون توعية بعدة قطاعات في التجارة الإلكترونية. هذه بالنسبة على أرض الواقع، وفي المواقع التواصل الاجتماعي غير حساب الجمارك الرسمي يقدم توعية وإرشادات لعملاء التجارة الإلكترونية. دور الجمارك في التجارة الإلكترونية أكيد دور كبير. طبعا التجارة الإلكترونية في السعودية تطورت خلال السنوات القريبة الماضية، زاد حجم التجارة الإلكترونية في المملكة بنسب عالية، يعني حجم العملاء في التجارة الإلكترونية يعني في مثلا في منصة معروف وصل تقريبا أكثر من 33 ألف منصة إلكترونية. حجم التعاملات الإلكترونية هي تقريبا 2019 وصل ل 70 مليار ريال سعودي. هذا يخلينا احنا كجمارك ومع شركائنا في الدوائر الحكوميه والجهات الحكوميه الاخرى ان نسعى الى التسهيل للمستخدمين وللمستهلكين. طبيعة الحال احنا مشاركين في مؤتمر التجاره الالكترونيه والمدن الذكيه اللي منعقد في فندق الفيصليه، نحاول نستعرض للزوار الكرام والمشاركين دور منصات ابشر واثرها في المجتمع. لدينا بطبيعة الحال أربع منصات، منصة أبشر أفراد وأبشر أعمال وأبشر حكومة ومنصة أبشر توظيف. عدد المسجلين في منصات أبشر تجاوز الـ 14 مليون مسجل لله الحمد. عدد العمليات أو عمليات تسجيل الدخول يتم بما يعادل 570 ألف عملية يوميا، منها 120 ألف عملية إجرائية تتم في منصات أبشر. عدد مرات التطبيق أو تحميل تطبيق أبشر بنظاميه الأندرويد والآي أو إس تجاوز 9 مليون. نحرص أنه نفيد هال 14 مليون بالعديد من الخدمات ذات الإثراء والفائدة المرجوة واللي توفر على المجتمع بطبيعة الحال عناء الزحام والطوابير في عملية تفيد الخدمات اللي كانت يدوية. المؤتمر هو المؤتمر مصاحب للمعرض، هو أول سنة يقام في 2019، أقيم بعدة جلسات متخصصة للمتحدثين بحيث أن إحنا نطرح أهم المواضيع اللي تهم التجارة الإلكترونية والمدن الذكية. طبعا إحنا عندنا المعرض ثلاثة أيام، حيكون من 10 إلى 12، الدعوة عامة للجميع الله يحييهم، حتكون من الساعة 1 إلى الساعة 9 مساء يوميا. طبعا عندك جميع المنصات المشتركة معنا سواء كانت جهات راعية للمعرض أو الجهات المشاركة، فصار عندنا الممكن الرقمي والراعي التقني والراعي الحكومي. أكيد.
أكيد للحديث أكثر وبتفاصيل أشمل عن هذا الموضوع أرحب بضيفتي في الاستديو بالأستاذة ريما السراري المديرة التنفيذي للمعرض. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم. يعني أول حاجة يعطيكم العافية فعليا يعني المعرض زي ما شفنا في التقرير مع بعض كان يعني إيش أقول لك غني 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 لا فعليا كان غني مع انه انا عارف انه هذا الاسبوع اسبوع حافل بموضوع التقنيه خلاصه الشهور صح الله. طب بس خليني اعرف منك يا ريم يعني تدي تفاصيل اكثر عن المعرض زي ما شفنا في التقرير وايش هي التحديات اللي ممكن طبعا تواجه الرؤيه للحين اللي نتكلم عنها رؤيه التحول الوطني 2030 من الناحيه الالكترونيه او التقنيه. طبعا المعرض هو السنه الثالثه على التوالي. اول فكره كانت له في عام 2017 ويوم نجحت فكرته في عام 2017 صار بصفة دورية يقام. احنا حاولنا ان يعني نطرح دور التحديات في التحول الرقمي من خلال المؤتمر المصاحب اللي كان في 10 ديسمبر طبعا والمعرض كان برعاية نائب رئيس مجلس الإدارة في غرفة الرياض اللي هو المهندس منصور الشثري هو اللي افتتح المؤتمر وافتتح المعرض وناقشنا فيه كمان اوراق كثيرة وجلسات عمل كانت تحكي عن التحديات والتحول الرقمي اللي قاعد يصير مع القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة. جميل. طب خلينا نتكلم عن دور التجارة الإلكترونية شوية. ما شاء الله أنا بشوف كمان وبلاحظ إنه الناس صار عندها اهتمام أكبر بالتجارة الإلكترونية وإنه مثلاً حتى لو في محل برانش معين في مكان معين في مدينة كمحل موجود يفضل إنه يكون في برانش آخر رقمي نوعا ما. قد إيه التجارة الإلكترونية مهمة خاصة الآن وإحنا قاعدين نحاول نحقق رؤية 2030؟ طبعا التجارة الإلكترونية صارت هي الترند وأساسا صار إحنا كمان توجهنا الآن مختلف عن سابقا. تلقيك يعني أنت كمان تطلبي بعض الأشياء المهمة عندك سواء يعني الشخصية أو العملية عن طريق الأونلاين أو عن طريق التطبيقات الذكية. المعرض جدا متخصص وحتى الفئات اللي شاركت فيه كلها متخصصة في التجارة الإلكترونية. يعني عندنا مثلا شاركت متاجر إلكترونية سواء كانت بيع ملابس بيع مجوهرات كلهم فكرتهم إنه هو ما يبيع هو بس بيسوق لمتجره الإلكتروني. ففعلا مواكبة لرؤية سيدي صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان العالم فعلا في عندهم تطور سريع في التحول الرقمي في جميع المنشآت وخاصة منشآت الستارت أب صار عندهم أفكار جدا مبدعة بس أنهم يحتاجوا الدعم من الجهات الكبيرة. حنتكلم عن الدعم أكثر يا ريم بس خلينا نتكلم شوية عن 5G والمدن الذكية لو تشرحي لنا شوية عنها. أنت عارفة الحين 5G هو اللي يمكن المدن الذكية. لولا ما تواجد 5G ما راح يكون في عندنا مدن ذكية وأصبحت عندنا مدن ذكية في عدة مناطق في المملكة مثل نيوم مثل ينبع مثل الجبيل. فوزارة الاتصالات أيضا هي ممكن قوي جدا في المدن الذكية وبعض الوزارات أيضا شغالة على هالموضوع بعض الشركات مثل هواوي وسيسكو وطرحنا هذا الموضوع من خلال المؤتمر كان عندنا نقاش من خلال منشآت شاركت معنا فيه STC شاركت معنا بخصوص هذا البانل ديسكشن شاركت معنا أيضا سيسكو وشارك معنا زين وطرحوا فيها مواضيع كثيرة عن المدن الذكية وتمكينها من خلال شبكات 5G. ممتاز. طب ريم إيش ممكن يكون في تحديات وصعوبات تواجه المدن بشكل عام الذكية والتجارة الإلكترونية التقنية هذه؟ التقنية هذه يبيلها توعية أكثر. لسه احنا ما عندنا الفكره يمكن كامله او شامله او تصور شامل تصور الفيجن ايش ممكن الدور اللي راح يتبناه المدن الذكيه لنا احنا كمستهلكين كافراد كقطاعات كخدمات وانا اشوف ان هذا دور الشركات الكبيره والقطاعات الحكوميه يصير عندهم تكثيف للملتقيات بخصوص المدن الذكيه حتى توعي في العطاء الرقمي واحنا كمان نقدر ان احنا نتوجه نفس توجه الدوله. ممتاز. انا يبدو لي انه فعليا الواحد اذا ما لحق حاله قاعد يعني يعيش هذه التطورات الرقميه فعليا حيكون شويه امي فيها طبعاً. يعني لانه في اولد سكول اي لانه فعليا التطور سريع زي ما بتقولي والمواكبه جدا مهمه يا ريم. لكن كمان من ضمن الاشياء اللي انتم طبعا ناقشتوها في هذا المؤتمر كان يتكلم عن دور المراه تحديدا في 2030 خلينا نعرف ايش هي اهم النقاط اللي مثلا كانت محور للحديث. طبعا دور المراه الحين اصبح كبير يعني ما شاء الله تبارك الرحمن صارت دكتوره صارت مهندسه ربت منزل صارت مديره يعني تلقيها تمسك قطاعات جدا مهمه وقاعده تطور فيها لدرجه انها اصبحت الان تمسك مناصب يمكن اعلى من الرجل
ولكن هي متمكنة، إذا لقت الدعم يعني الفعال فعلا في دورها أنا أتوقع أنه حيكون تمكين المرأة بالرؤية كثير مهم ومفيد لنا إحنا كسيدات، لأنه الآن إحنا نتوجه التوجه العالم الافتراضي، وفعلا الحين أصبحنا إحنا كلنا العالم الافتراضي، بس كيف نقدر أن إحنا نسخر كل الإمكانيات لهذه المرأة أنها فعلا تكون في الدور المناسب. جميل، تفضلي كمل. طيب المعرض كمعرض أول مرة يقام المعرض مع المؤتمر، هي المؤتمر هذا ثالث سنة لي ما شاء الله، فالمعرض المؤتمر مصاحب أول مرة صحيح. كلميني أكثر عن المعرض. المعرض بيضم قطاعات كثيرة، احنا بنهتم ان احنا نجيب القطاعات المتخصصة اللي راح يستفيد منها الجميع. يعني في خلال المعرض هذا بتلاقين انه الراعي الحكومي لنا اللي هو مركز المعلومات الوطني قاعد يطرح فكرة أبشر أعمال وأبشر أفراد وإيش تقدر تستفيد من خدمات وإيش الخدمات اللي قاعد تطرحها كمان منصة أبشر. عندك الراجحي دخل معنا كراعي الدعم للتجارة الإلكترونية، أصبح عندهم قسم أو يعني إدارة كاملة للتجارة الإلكترونية، صحيح، بحيث أن المنشآت الناشئة تقدر أنها تتوجه للبنوك وتعرف هي كيف تقدر أنها تبني البزنس حقها من خلال كونسبت معين، سواء اللوجستي أو الأونلاين ستور أو التطبيقات أو الآي تي أو حتى الدفع الإلكتروني. شاركت معنا STC بزنس وSTC أعمال علم، بس كله كمشارك تقني إلكتروني. مشارك تقني، يعني عندنا STC الممكن الرقمي للمعرض، عندنا علم دشن ومنصة اسمها المحفظة الرقمية، أعلم كانوا مشاركين معكم في المعرض. من خلال المعرض دشنت هذه المحفظة الرقمية. جميل. فكل واحد شارك في المعرض له دور معين، وشاركت معنا شركات الستارت أب وعندهم أفكار جدا جدا جميلة، يعني شاركت معنا ألعاب VR بحيث أن أنت تعيش العالم الافتراضي هذا من خلال لعبة ترفيهية. وفعلا لقينا أنه العالم يعني حتى هو قاعد يلعب في لعبة VR مو قادر يكملها لأنه قاعد يعيش هذا العالم. وهو عالم مهمي بس قاعد يعيشها ومو قادر يكمل فيها. فالمعرض فعلا جميل، الشركات اللي شاركت فيه كانت جدا ممكنة وداعمة فعلا للمعرض. المنشآت الصغيرة اللي شاركت فيه كانت كلها متخصصة بنطاق معين أو خدمة معينة، فسهل عملية التواصل للمستهلكين يلقى من خلال منصة واحدة أو معرض واحد جميع القطاعات والخدمات اللي هو أساساً مستهدفها. جميل، أكيد كانت في توقع المخرجات من بعد هذا المعرض، لما نتكلم أنه هي من أهم الأشياء اللي الواحد ممكن أنه هو يسلط الضوء عليها، بما أنه إحنا حالياً بنتكلم عن التحول الرقمي اللي هو المستقبل، وزي ما تفضلتي وقلتي هذا هو خلاص العالم الافتراضي او العالم الرقمي راح طبعا يسيطر على. طبعا عبير عندها مشكله مع موضوع العالم الرقمي ما تحبه، هي من انا اخاف من التقنيه الذكيه بزياده بصراحه. فخليني اسالك عن المخرجات الى الان، يعني اليوم كان اخر يوم للمعرض، اليوم اخر يوم. الحمد لله لقينا اقبال جدا كبير، سواء كان من الشركات اللي شاركت معنا او حتى من قبل زوار المعرض. لقينا كمان طلب انه التمديد، احنا دوامنا في المعرض من 1 إلى 9، لقينا انه تمديد لساعات الدوام. العالم حبت مره فكره المعرض، وفعلا الزوار اللي زاروا المعرض كلهم مستهدفين التجارة الإلكترونية عندهم هذا الاهتمام أنهم يزوروا المعرض. إحنا الفكرة القادمة اللي ودنا نتبناها أنه فعلا نتحول المعرض إلى معرض ديجيتال تماما، يعني لما تدخل المعرض تلقيه أنه بعد عن الشيء التقليدي وقاعد ياخذ من جد الرقمي أكثر، من خلال مشاركة تكون معنا شركات عالمية أكثر ما أنها تكون شركات محلية. بس في هذه السنة كمان حاولنا أن نبرز ونسلط الضوء على الشركات المحلية والتحول اللي قاعد يصير معهم. صحيح. ريم، ممكن أنا أسألك هذا السؤال من باب أنه هذا الأسبوع ما شاء الله كان أسبوع التقنية بامتياز، الحافل يعني ما شاء من جد حافل بالتقنية هذا الأسبوع. من يومين برضو أمس وقبله 10 و11 الشهر كان كمان عرب نت ما شاء الله في السنة الثانية لهم، أو لا مش السنة الثانية، لا السابعة، السنة عفوا السابعة لهم، وأنتوا كمان كنتوا في نفس اليوم، واليوم يعتبر آخر يوم لهذا المعرض. قد ايه مهم ان يكون في اهتمام بالتقنيات والتجاره الالكترونيه، وانه احنا نحفز المجتمع على انه نوعا ما يفضل هذه التقنيه. وبرضه ليه ما يكون في مثلا انتم مثلا مع عرب نت مع غيره من المعارض المشابهه والمنتقيات المشابهه، يكون في ما بينكم زي تعاون او مشاركه شراكة بشكل او باخر، بالضبط شراكه معينه، بحيث انه ممكن تكون كلها تحت منصه واحده. عرفت علي؟ صح.
وهذا انا احس انها لازم تكون من خلال مظله هي اللي قاعده ترعى هذا الموضوع وتقسمه ما بين الجهات المنظمه. يعني مين المفروض تكون المظله؟ عفوا اسمحي لي. البرنامج الوطني اللي هو مختص في تصريح هذه المعارض وترتيب جدوله المعارض المختصه. يعني لما تلاقي انه مثلا انت قاعد تشتت اساسا الزائر، هو يروح عرب نت ولا يروح تجاره الكترونيه؟ صحيح. طب كيف حيقدر يقسم وقته؟ هو طالع من دوامه الساعه 5 وعرب نت وعرب نت ينتهي 5، طب واحنا ننتهي مثلا 9، فما في وقت، وغير الزحمه اللي قاعده تصير في البلد. صح. لكن الترتيب للجدولة هذه جدا مهمة، التحالف بيننا، يعني انه يكون التنافس، بس التنافس طبعا ممكن اللي شاركوا معنا احنا في المعرض غير اللي شاركوا مع عرب نت. صح. طيب ليش احنا ما نتحالف من خلال مؤتمر واحد، من خلال ورش عمل واحدة، من خلال فكرة واحدة، طالما الهدف واحد. ايه، والهدف واحد، وانها حتى ممكن تبرز دور المنظمات كاملة او المنظمين كاملة تحت شعار واحد، يعني ممكن من خلال اللي هو البرنامج الوطني. بس الى الان انا احس انه الفكرة يمكن غير واردة عندهم. اهمية هذه الادوار في المجتمع، غير انه نبغى نحقق فيها رؤية 2030، لو تسمحي لي اسالك هذا اخر سؤال لي. رؤية 2030 انا اتوقع انها تتحقق من خلال احد الوزارات الحكومية، تقدر هي تحقق هذه الرؤية، لأنه التحالف ما بين جهة حكومية والجهات الخاصة قاعد يخلق جو إبداعي. فأنا أحس هذه الرؤية ما راح تتحقق إلا بالتحالف معنا كقطاع حكومي وقطاع خاص. صحيح. وهذا اللي أتمناه يعني منهم صراحة. إن شاء الله بإذن الله. لمسراري أنا أشكر تواجدك معنا اليوم، يعطيك ألف عافية. عافيك. والتوفيق إن شاء الله في المعرض بإذن الله، وإن شاء الله السنوات القادمة يكون أفضل وأجمل إن شاء الله. تفضلوا زورونا كمان، العبوا الفي آر معنا إن شاء الله. نلعب في آر، أنا هجي ألعب في آر. مشاهدينا هنطلع فاصل واكيد مكملين معاكم باقي حلقتنا اليوم. في سيدتي